ما زعليش يسوى منك. السلام عليكم ورحمة الله. يا أختي ما تقولي أي شيء يدل عنك، ولا اسم ولا أي شيء يدل عنك. ما تقولي أي شيء يدل عنك، كتبنا لك على التكس ما خدتيش بالك برضه. لا تقولي أي شيء يدل، ولا اسم ولا أي شيء على الإطلاق أبدا. قولي كلام عام، فاهمة؟ المايك معاك. الصوت مسموع كده؟ ألو، صوتي مسموع؟ أوكي. بس فانا ما خدت منه الرد دوت، قلت له ابويا ماشي يا ابونا، انا ابويا مش هيعرف حاجه، مش هكلمه في حاجه، انا بسالك انت، مش انت معاك اسرارنا وعارف كتير عننا وخدمتنا، اخدمني بالمره وريحني. انا مش عايزاك تشرح لي معناها، انا عارفه المعنى وقريت تفسيره مليون مره، انا عارفه المعنى، انا عايزاك بس تفسر لي سبب امتناعي ان انا اقرا السفر ده وغيره قدام الناس. راح قال لي مش انت فاهمه الكلام ومؤمنه بيه؟ قلت له ايوه. قال لي خلاص مالكيش دعوه بحد، مالكيش دعوه بحد. قلت له ماشي، متشكره جدا، خلاص ماليش دعوه بحد، على رايك، انا خليني في نفسي وخلاص. روحت على البيت منهاره طبعا، مش قادره اكلم حد، وعمال اقول هو في ايه، هو مفيش حد عارف يرد عليا. بقيت كذا يوم كده من غير اكل ولا شرب، وعماله بعيط وبس، وعينيا كده ورمت، وكل اللي في البيت لاحظوا كلامي ولاحظوا طريقتي المتغيره، ولاحظوا ان انا زعلانه وبعيط، لكن ما اقدرش اقول مالي، ما اقدرش اقول فيه ايه. صعب ان انا ازعلهم برضو، وصعب ان انا اخيب ظنهم وكده، دول اهلي انا ما اقدرش ازعلهم مهما كان. بس كتمت اللي جوايا في قلبي برضو، قلت هم عمرهم ما هيحسوا بيا، برضو مش هيحسوا باللي في قلبي. بقى كل اللي سالني مالك في ايه، اقول له واحده صاحبتي ماتت في حادثه، وشفت الحادثه قدامي، وانا مش قادره اتعامل ولا قادره اتصرف مع حد، فمعلش استحملوني شويه. فعشت ايام صعبه جدا، مريره. حتى كمان قلت انا الروم بتاعتكم دي انا مش داخلها تاني، خلاص مش داخله الروم دي تاني، واسفه يعني، انا فضلت اشتم عليكم كتير يعني، كتير جدا، وقلت انا مش هفتح الكمبيوتر ده تاني خلاص، ومسحت البلتوك تماما خالص من على الجهاز عندي، وقلت انا مش هسمعكم تاني. شويه كده هوت، ولقيت البيت فاضي عليا، لقيت نفسي ماشيه كده هوت لوحدي كده هوت، رايحه على الجهاز بتاعي، بحمل البلتوك من جديد ودخلته تاني، وفتحت الايميل بتاعي ودخلت على المايك واتكلمت، وحكيت الموقف اللي حصل لي دوت اللي انا حكيته لكم، وحكيت الموقف اللي انا حكيته لكم ده من شويه، وقلت يمكن اسمع حد مسيحي يرد عليا يفهمني، يقول لي، قلت يمكن اسمع حد مسيحي يعرفني انا غلطانه في حاجه. هل في حد مسيحي يقدر يمسك نشيد الانشاد ويقف في المواصلات ويعمل زي ما الشيخ المسلم بيعمل؟ يقدر؟ ما لقيتش رد برضه. حتى قلت انا هستنى ثلاث ايام، لو ما لقيتش حد رد عليا وريحني، رد يقنعني كده هوت، ويقول لي على طريقه اقف اقرا بيها نشيد الانشاد دوت في وسط الناس، انا الكتاب المقدس ده انا مش هفتحه تاني. قلت كده عندكم على العين، لو حد مسجل التسجيل هيعرف. طبعا استنيت رد، ما لقيتش رد. قلت اروح فين طيب؟ قلت ادخل موقع مسيحي، ارسل صاحب الموقع واشوف هيقول لي ايه، اساله على الاسئله المحيرني دي كلها واشوف هيقول لي ايه. والراجل دوت دارس كويس يعني، ودارس لاهوت كويس وكده هوت، والموقع بتاعه كويس جدا. قلت هو ده اللي هيفهمني، هو ده اللي هيعرفني، وهو ده اللي هيريحني. وقلت انا هكلمه كده من ورا الشاشه، لا هو عارفني ولا انا عارفاه، ولا هيقول لي باباكي ولا حد يعرفك ولا كلام من ده. قلت هتكلم بحريتي معاه من غير خوف. سالته نفس السؤال، الاقي منه الرد الفظيع جدا، رد فظيع يعني. لقيته بيقول لي ايه، الاول انا سالته وقلت له كلمات نشيد الانشاد ديت انا اقدر اقراها قدام اي حد من ديانه تانية من غير ما اتكسف؟ اقدر؟ يروح ساب المسيحيه، ما ردش عليا خالص من المسيحيه. ولقيته بيقول لي ايه، بيقول لي هو انت مش عاجبك نشيد الانشاد؟ طب ما تروح تبصي في الاسلام، ما هو في الاسلام فيه الصوفيه والعشق الالهي، وما انتقدتيهوش ليه؟ ما سالتيش فيه ليه؟ قلت له انت في ايه حضرتك، انت بتقول لي ايه دلوقتي؟ انا بكلمك عن عقيدتي، انا بكلمك عن حاجه، بسالك عن حاجه في عقيدتي انا، تقول لي الاسلام؟ انا مالي ومال الاسلام؟
انا بسالك نشيل الانشاد، انا عايزه اقراه كده قدام الناس بمنتهى الشجاعه. تقول لي صوفيه؟ يروح رد عليا ويقول لي يعني ما سمعتيش عن الرابعه العدويه اللي سموها عشقه الاله، وبقت تقول ابيات شعر في حب ربنا، وتقول احبك حبين وكده، اشمعنى بتقبلي الكلام ده؟ قلت له انا بقبل ولا ما اقبلش، انا مالي ومال رابعه وعدويه واسلام وصوفيه، انا مالي ومال الكلام ده؟ انا بسالك سؤال، من ديني انا؟ من ديني انا؟ ممكن ترد عليا من ديني انا؟ من كتابي؟ هو انا يا استاذي المحترم انا ديني فاضي خلاص مفيش فيه رد ولا فيه كلام ترد منه عليا؟ رايح ترد عليا من الاسلام؟ انت مالك بتقارن بالاسلام ليه دلوقتي؟ مفيش كتاب، مفيش اجابه من كتابي؟ وبعدين انا بسالك السؤال اللي بساله لك من كتاب المقدس، عايز تقارن بقى بالاسلام؟ قارن بالقران بقى، ما تقارنليش بقى بكلام واحده ست. انا بقول لك احنا ربنا عندنا قال نشيد الانشاد، تقول لي ما هي رابعه العدويه قالت، قلت له لا، قول لي ربنا بتاع القران قال كذا كذا، وهات لي بقى كلام زي نشيد الانشاد. ده انت دخلت في الاسلام هتكلم، ماشي اتكلم بقى عادي خلاص. يروح قايل لي ايه؟ نفس الكلام برضو، يجيت برضو ويتكلم تاني عن الاسلام وعن القران، يجي قايل لي طب انا هجيب لك كلام من القران شبه نشيد الانشاد. قلت له تاني هتقول لي القران، ماشي اوكي خلاص، انا كده اقتنعت ووافقت ان مفيش اجابه من كتابي تعرفني ازاي اقرا الكتاب على الناس زي ما المسلمين بيقروا كتابهم، ماشي كده انا عرفت ان كتابي مفيهوش اجابه، هاتلي بقى الاجابه من القران ما دام انت مصمم تخش برضو على القران وعلى الاسلام. راح قايل لي في القران ايه رب المسلمين بيوصف الحور بتوع الجنة اللي هما بنات الجنة، بيوصفهم بيقول عليهم عربا أطرابا. قلت قال لي عارفة يعني ايه عربا أطرابا؟ قلت له لا يعني ايه؟ قال لي يعني ست هتفضل شابة على طول، وهي يعني ساديها مش هيهرول زي ستات الدنيا، هتبقى شابة كده على طول. قلت له ماشي اوكي، في ايه؟ هل ربنا قال لها وتغزل فيها بكلام زي اللي عندنا في نشيد الانشاد؟ هل ربنا قال لها ما اجملك وما احلاك ايتها الحبيبه اللذات؟ رد عليا دلوقتي، هل ربنا قال لها كده؟ انت مصمم ليه تغير الموضوع وتكلمني عن الاسلام؟ هل ربهم عمل علاقه او شبه علاقته باي حد زي العلاقه اللي ربنا شبه علاقته بينا بنشيد الانشاد بعريس وعروسه؟ قلت له انت عمرك شفت واحد مسلم بيسال شيخ في قناه فضائيه مثلا، ولا في موقع اسلامي، ولا في اي حته بيسال شيخ سؤال في الاسلام، يروح الشيخ قايل له طب ما هو الكتاب المقدس بيقول كذا وكذا؟ انت ليه بترد عليا من الاسلام؟ ليه؟ انا شفت برامج اسلاميه مسلمين بيسالوا الشيوخ، الشيوخ الراجل المسلم ده يسال الشيخ بحاجه، الشيخ يرد عليه بقران او بحديث. عمري ما شفت الشيخ رد عليه قال له الكتاب المقدس فيه كذا، والسفر كذا بيقول كذا، والآية كذا بتقول كذا في الكتاب المقدس، لو سمحت أنا بسألك من الكتاب المقدس ترد عليا من الكتاب المقدس. حتى في المواقع الإسلامية واحد مسلم يبعت أي سؤال بلاقي كده كاتبين له رد عبارة عن آية أو حديث أو فتوى كده، ما حدش بيجي ناحية الكتاب المقدس في حاجة خالص. رد عليا وقال لي مش القرآن عاجبك؟ مش القرآن عاجبك؟ خلاص خليكي معاه، خليه ينفعك. ادي ردي، ادي رده على واحدة مسيحية بتطلب منه نجدة. ده اقول له ايه؟ انا مش عارف. قلت له ماشي عندك حق، انا هحط شوز في بقي ومش هتكلم ولا هسأل على حاجة، اخد الحاجة كده وابلعها واسكت بس. وبطلت اكلمه تاني وما بقتش اراسله تاني. قلت لنفسي بعدها انا ليه بلجأ للناس؟ ليه بلجأ للناس؟ ما اريح نفسي بايدي، اريح نفسي بايدي. مش انا حاسه ان الناس ممكن تستنكر الكلام دوت؟ طب ما اجرب واقراه عليهم، ممكن اطلع غلطانه، اطلع يمكن اطلع غلطانه واطلع بفتري مثلا ولا حاجه. قلت اعمل اي طريقه كده اهوت بحيث ان انا اشوف الشكوك اللي في دماغي دي صح ولا غلط، هل الناس هتؤمن بالكلام ده لو سمعته ولا لا. عملت حركه جريئه جدا، حركه جريئه جدا يعني صعب اي بنت مسيحيه تعملها.